موقع أنا السلفي. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا محبته، أن تحب رسول الله من كل قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك. وقد ضرب الصحابة المثل في حبهم العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي جليل اسمه ربيع الأسلمي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فأتى إليه بوضوئه، يعني جاب له مية عشان يتوضأ. فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه قال له: سل، يعني اسأل حتى أدعو الله عز وجل لك. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. شوف أنت عايز إيه واسأله. ماذا سأل الصحابي؟ هل سأل أطيانا، أموالا، مالا، ذهبا، فضة؟ أبدا. انظروا ماذا قال هذا الصحابي الجليل. قال: أسأل مرافقتك في الجنة، أريد أن أرافقك في الجنة يا رسول الله. قال: وغير ذلك؟ ملكش طلب غير ده؟ قال: لا، هذا هو منتهى أمله، أن يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أمنية عظيمة أن ترافق رسول الله وأن تكون مع رسول الله في الجنة. ولكن كيف تكون مع رسول الله في الجنة؟ هناك ثمن لابد أن تدفعه. انظر إلى هذا الحديث. رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ عليه الرسول الهزال والتعب والمرض، لقاه وجدوا مريضا وهزيلا وضعيفا وخاسس، فسألوا: ماذا بك؟ سألوا عن حاله، ماذا فعل بك ذلك؟ ما هو السبب؟ فانظروا إلى هذا السبب العجيب. قال له: يا رسول الله، إنني هنا في الدنيا أكون بين أهلي وأولادي، فأتذكرك فأشتاق إليك، يعني توحشني، فلا أستريح حتى أنطلق إليك وأنظر إلى وجهك. يعني شو ما أحب الناس إليه؟ مع زوجته وأولاده وأهله يفتكر النبي، يوحش النبي، لا يصبر فينطلق ولا يستريح ولا يطمئن حتى ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولكني يا رسول الله تذكرت الآخرة وتذكرت مقامي ومقامك، وسوف تكون في الدرجات العلى من الجنة، وسوف أحجب عنك يا رسول الله، سوف أحجب عنك يا رسول الله. الذي أحزن هذا الصحابي أنه سوف يحجب عن رسول الله في الآخرة. في الدنيا إذا اشتاق إليه ذهب ونظر إلى وجهه، فهو حزين مهموم أنه سوف يحجب عن رؤية رسول الله في الآخرة. فلم يجبه رسول الله حتى نزل قول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الثمن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر لم يقتصر على الرجال، بل امتد إلى النساء. في غزوة أحد امرأة من الأنصار، خرج أربعة من أعز الناس إليها للجهاد مع رسول الله، خرج أبوها وأخوها وزوجها وابنها، فقتلوا جميعا في هذه الغزوة. وشاع الخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، قد قتل في هذه الغزوة. وأخذ المنافقون يروجون لهذه الإشاعة إرجافا في قلوب المؤمنين. فوصل الخبر إلى هذه المرأة التي خرج أربعة من أهلها للجهاد في رسول الله وقتلوا جميعا، فخرجت المرأة كالمجنونة عمن تبحث، هل تبحث عن أولادها، عن زوجها، عن أخيها، عن أبيها؟ كلا والله، خرجت تبحث عن رسول الله، تقول: أين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأخبروها بوفاة أخيها، فلم تكترس ولم تهتم، وقالت: دلوني على رسول الله. بعد ذلك أخبروها بوفاة أبيها، لم تهتم وقالت: دلوني على رسول الله. بعد ذلك أخبروها بوفاة زوجها أقرب الناس إليها، فلم تهتم ولم تكترس وقالت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم علمت بوفاة فلذة كبدها،
بوفاة ابنها، أخبروها بوفاة ابنها فلم تهتم ولم تلتفت وقالت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت تبحث عليه في أرض المعركة كالمجنونة حتى رأت رسول الله واقفا سالما معافا بين أصحابه، فأسرعت إليه وهرولت إليه وأمسكت بطرف رداه وقالت الحمد لله كل مصيبة بعد رسول الله تهون. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حبا مثل هذا الحب. مات أبوها وأخوها وزوجها وابنها وتقول كل مصيبة بعد رسول الله تهون. نحن الآن نفرط في سنة رسول الله بسبب متاع زائل، دراهم معدودة، بسبب دنيا زائلة، نفرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن المقام ليس مقام تطويل، متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متابعة الرسول في كل شيء، في عقيدته، في أخلاقه، في معاملاته، في سلوكه، في عباداته، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهل حقا نحن نقتدي برسول الله حتى في سمتنا، في أكلنا، في معاملتنا، في أخلاقنا، في عباداتنا، هل نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدفاع عنه والدفاع عن سنته. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فهل نحن نصرنا رسول الله؟ هل نصرنا رسول الله باتباع سنته، بنصرة شريعته التي جاء بها من عند الله عز وجل؟ قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك يا رسول الله فيما شجر بينهم. في كل صغيرة وكبيرة نتحاكم إلى ما جاء به رسول الله من الكتاب والسنة، وليس هذا فقط. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجد المؤمن في نفسه حرجا ولا ضيقا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط. ويسلموا تسليما، المؤمن الحق يسلم تسليما كاملا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.